التحالف بصراحه الناس فاجئتني جدا، والتعاون اللي موجود على ارض الواقع حاجه تبدي الامل، لان دايما الناس بتتكلم كتير لكن هنا الناس بتشتغل اكتر ما بتتكلم. وكان في تفاهم كبير جدا بيني وبين دكتور حازم رئيس التحالف ودكتور وليد ودكتور هبه، وشركتنا بتنقل الاكسبيرينس بتاعتها اللي خدناها من زي ما تواجدنا في دبي وتواجدنا في دول الخليج وتواجدنا في عده دول، هنحاول ننقل الاكسبيرينس بتاعتنا ازاي ننفذها هنا على ارض الواقع، وازاي نضيف حلول كتيره قوي 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 للخطط الموجوده للتحالف. في خطط كتير وفي بلانز كتير، واحنا موجودين احنا عشان ننفذ كل الخطط ان شاء الله، ونبدا ننشر الاكسبيرينس بتاعتنا، وده هيرفلكت الريبوتيشن بتاع الهيلث كير في مصر ان شاء الله في دول افريقيا كلها، وان شاء الله نامل خير. شكرا.